هاي. بدأ لبنان بتطبيق سياسة إدارة النفايات من خلال اتباع التراتبية العالمية ما يعرف بـ Waste Hierarchy، وتعتبر إعادة التفكير وإعادة التصميم الأولوية بالهرم، وبتشمل تغيير طريقة الإنتاج والاستهلاك، تجنب التغليف، استعمال مواد صديقة للبيئة بعملية الإنتاج، وتصميم واستهلاك منتجات عمرها أطول. تخفيض النفايات بحل بالمرتبة الثانية، وهو ممكن من خلال الشراء على قد الاستهلاك والتبرع بالفائض قبل تحويله على المكبة. إعادة الاستعمال تحتل المرتبة الثالثة بالأولويات، وبتتمثل بالاستفادة من السلع باستعمال الثانية بدل رميها. إعادة التدوير بتحل بالمرتبة الرابعة، وبتساهم بتحويل النفايات لسلع قابلة للاستهلاك. حتى المواد العضوية مثل بقايا الأكل تتحول لسماد طبيعي بيفيد الأرض. تتبعها استعادة المواد من خلال تقنية الفرز وإعادة الاستعمال. أما المخلفات يلي مش ممكن استعادتها فبيتم تثبيتها بيولوجياً قبل دفنها بالمطامر. بيبقى بس المواد الضارة يلي بتشكل خطر على البيئة ويلي بيتم حرقها أو تحويلها لطاقة. مين قال؟ مش كل النفايات محل المكبات، والمسؤولية فردية وجماعية. أنا قال. شوفكم بكره.